السلام عليكم ابراهيم، مرحبا بك معنا. عليكم السلام وشكرا للاستضافه خير سيما. خي ابراهيم، قرب المشاهدين ليك اكثر. انا واحد الرابور خلقت في حومه شعبيه، دريت حومه ثقافيه والنتيجه هي في يوتيوب. اش كتعمل في حياتك؟ خدم، وعندي اسره صغيره فرحان بها بزاف، وعندي الوالده. الله يخليهم لك. بالنسبه للغناء، واش عندك كهوايه او لك خدمه؟ طبيعه الحال كهوايه، انا كنعشق ديك الموسيقى من الصغر ديالي. علاش اختاريتي هاد الستيل هذا اللي خدام به انتينا وما اختاريتي شي مثلا بحال نقول لك دابا اللي كاينين في السوشيال ميديا، مثلا بحال واي واي، او لا مثلا بحال يعني كاينين بزاف ديال الستيلات اللي كاينين، علاش ما اختاريتيهش؟ شوف، هي الصراحه بنادم حرش ما كيجيش مع هذيك الستيل هذاك، فهمتيني؟ يعني تشوف فيا الراب الخا، فهمتي كيفاش؟ واي واي خلينا الجزائريين، داك الشيء هذاك بعيد علينا حنا. شكون هما الناس اللي واقفين معاك؟ طبيعة الحال دريد الحوم ديالي هما اللي واقفين معايا. شنو هي اللي كترتاح فيها؟ الغنى كهواية أو لا تقدر ترجعو كخدمة؟ لا كهواية، أنا الراب عمري ندخلو في الخدمة، أنا أبدا. زعما ما تحاولش شي مرة أنك تدخلو للخدمة؟ شوف، أنا نقول لك واحد الهضرة، دريد الحوم يضحكوا عليا ملي يشوفوا هاد الفيديو. أنا كنمل الراب دريد الحوم ديالي، كان موسق وموس عادي، ديك كاصدري الحاف. خي ابراهيم، تقدر تهضر لنا على اخر الاعمال ديالك؟ نعرف السبت عاد نزلت واحد كلاش ماري كيتا، كلاش معروف نمن نشد الضواحي متصومين بالراب، من احسن يخرجوا يعترفوا لنا يقولوا لنا حنا ما كنعملوش الراب، كنعملوا شي موسيقى اخرى. انا كيبانوا لي كيعملوا الواي واي بحال يقول سي قبيلاتي. اذا جينا نشوفك من بعد واحد 10 سنوات او لخمس سنوات، كيفاش نقدروا نشوف ابراهيم في الموسيقى، في مجال الموسيقي؟ واش يزيد القدام ولا يبقى كيف ما هو، ولا ماشي يرجع للور، او لا يبدل للواي واي؟ كيف ما قلت لك، انا ديك ستيل هذاك انا ما كنرتاحش فيه وما كيعجبنيش نسمعه مره، وبعيد على الدومين ضر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، طبيعة الحال تشوفني في اعمال واعره، وانا كنثق في راسي وكنثق في الدريد الحومه ديالي اللي كيقولوا لي شي حاجه واعره. اول واحدين كنتشاور معاهم في شي حاجه عملتها في شي عمل جديد. اذا جينا نهضروا على الجديد ديالك ان شاء الله، واش كاين شي حاجه ما جا في الطريق ولا لا؟ كاين جوج فيتورينغات مع واحد مع الروفيكس اللي كان وشالو تحيه، واحد فيتورينغ اخر مع وائل فلو اللي كان وجالو تحيه من قناه ادا. اللي كنعرفك اخاي ابراهيم بلي انك انتينا كنتي ديجا في هذا المجال الموسيقي، وكنتي بعدتي منه في واحد التيمبو ورجعتي، شنو هو السبب؟ السبب ما كايناش. نعس فقت صافي، قنعت راسي بلي عم بعد ما هادشي هذا كامل، والدريد الحوم عارفين هادشي هذا. بالنسبه للبطاقه الفنان، واش عمرك فكرتي انك تعملها ولا لا؟ بطاقة فنان ما عاد صلح لي شي. شنو هو السبب؟ حيتاش ما عندك ما تعمل بها، فهمتيني؟ بحالها بحال كارت غتعملوها تسيبها في الدار عادي. شحال كان في عمرك نهار اللي اول مرة بديتي الغنى؟ كان في عمري 10 سنين. واحد الصديق ديالي في الحومة بلاني بالراب اللي كنوجه له التحية من هنا اسماعيل، وسالا هو مع الموسيقى، كان كيعجبني ديك السيد بزاف، كنت كنمشي معاه للستوديو، كنت كنشوف ديك الشيء كيفاش كيسجلوا الدراري، كنت كنعمر مع الدراري معروفين في ديك الايام هذيك، وتولعت بهاد الشيء هذا شويش بشويش، بقى كيعلمني مشي على الانسترو ودقه دقه وانا جالس قدامك. اذا عطيتك مثلا انك توجه شي نصيحه للشباب لانهم باغيين يتوجهوا للمجال الفني او المجال الغنائي بصفه عامه، شنو تقدر تقول لهم؟ اول حاجه يثق في راسو، يثق في داكشي اللي كيعمل، وغيمشي مزيان ان شاء الله. شفناك في وسط الكليب هزيتي التيتانيكا وكنتي كتهضر بها فحال التليفون، شنو بغيتي توصل بديك الرساله؟ هذيك رديت على واحد الشخص،
كان سبق له عمل واحد فيديو وقال روابا واخا يوم يخدموا ما يقدروش يشريو سبردينا بحال هيدا. ملي شفنا ديك سبردينا جبرنا بوما وانا عبرت له الطريقه ديالي الخاصه بتيتانيك. تيتانيك راه بنادم عارف شحال واصله صورك. يعني لا قارناها مع بوما راه اسباب بحال حلوم هذيك سبردينا اللي ورانا. جينا نهضروا على الموسيقى، شكون هما الموسيقيين اللي كاينين في الحومه ديالكم؟ كاينين شي دراري جروب كيعملوا موسيقى مزيونه وان شاء الله اذا بقوا ماشيين في السيستيم هذا غيوصلوا ان شاء الله. وكاين واحد الصديق ديالي بلال حتى هو اذا سمعنا الهضره ان شاء الله غادي يوصل. و ديك الدراري كيخدموا تحياتي ليهم. بالنسبة إذا جينا باش نقولوا أن مثلا شي واحد اللي لأنه واصل في الراب وكتعترف به، شكون هو مثلا نقدر نقوله؟ أنا كنعترف بالوالد. توا كيغني؟ ماشي حتاش كيغني، أنا كنت أنسبيرا منه، عنده شي هضور خاطر بزاف. ثق بيا إذا كان كيخرج ديك الشي من الإعلان كنت أكد السي محمد يعجبك الخبر. النتيجه هي جالسه قدامك. بالنسبه للريكورد عند من كتريكوردي؟ كنريكوردي عند لسان الحق. ديسك ديالي كنريكورديتو من عندو. وبالنسبه للكتابه ديالك شكون اللي كيكتب لك؟ واش عندك الكاتب شي واحد اللي كيكتب لك موسيقى او لا؟ طبيعه الحال كنكتب راسي. كتابه اللي شي حاجه سهله ما كتحتاجش شي واحد يكتب لك. ما كتفكرش انك تعمل الاستوديو ديالك؟ كان عندي استوديو في 2012 وديك الماتريال بيعتو وما كنفكرش نعمل استوديو. شكون هما الفنانين اللي واصلين في الدومين وهما تقدر تعمل معاهم شي حاجه؟ شوف اذا خدمتي الوقت يبين لك شنو كاين. ما نقدرش نحكم على شي حاجه ما عرفاش ما جا في المستقبل. ولكن بالنسبه للموسيقيين يعني الضروري انهم يعني كيفكروا انهم يعملوا شي حاجه مستقبلا مع شي فنان اللي كيكون واصل في الكارير ديالو. انتينا ما كتفكر انك تعمل مع حتى شي واحد؟ علاش ما نقولوش انا نخدم ونعطي الشرط وشي واحد يتمنى يضرب معايا فيت مثلا؟ ولكن انت ما كتفكرش؟ حاليا ما كنفكرش. اي دعوه جات من عند شي ارتست مرحبا بها. مرحبا بها كيف ما كان. تبارك الله عليك اخي ابراهيم، شكرا بزاف على الدعوه ديالك اللي قبلتيها لنا وجيتي لعندنا ان شاء الله يا ربي. شكرا السي محمد وكنشكرك على الاستضافه وكنشكر قناه الدار على هذه المبادره اللي كتعمل مع الشباب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.